من يستطيع أن يقنع موظفاً أمضى 4 سنوات بالعمل الهجين أي بين البيت والمكتب أن يمارس أعماله من المكتب كلياً؟ اليوم تأتي أمازون الأمريكية لتجبر موظفيها على العمل 5 أيام بالأسبوع من المكتب والتخلي نهائياً عن العمل من المنزل على أن يطبق القرار اعتباراً من مطلع 2025. القرار يحمل جانبين سلبيين للموظفين. الأول أنه سينهي رحلة استمرت 4 سنوات من العمل من المنزل والمكتب بالتساوي، والثاني أنه قد يكون هدفا غير معلن لتسريح موظفين، لأن شريحة موظفين قد يعجزون عن العودة الكاملة إلى المكتب وهذا سيدفعهم للاستقالة. ولمن لا يعلم، يبلغ مجموع موظفي أمازون حول العالم نحو 1,500,000 موظف، جميعهم سيعودون للمكاتب. نحو 28% من دوام موظفي أمازون منزلي في الوقت الحالي. برأيكم، هل ستخرج الشركة سالمة بعد العبث بعش الدبابير هذا؟